احرص على عدم إيقاظ أفعى جالومير، إنها من أقوى الكائنات الخارقة التي كانت تقبع في مكان ما داخل فجوات هذه الجدران. إذا صادفتها سارع بالهرب. صنعت التنانين درع التنين الأسطورية منذ زمن بعيد. ابحث عن أي تنانين متبقية إذا أردت الحصول على هذه الدرع القوية. شيدت التنانين القديمة هذا الحاجز السحري. من لديهم الشجاعة الكافية لارتداء درع التنين هم فقط من سيعبرون البوابة المتقدة.
أوه دانيال، لدي شيء هنا يمكنني منحك إياه، إلا أنه لا فكرة لدي. ما هو بالضبط؟ هل تود؟ منذ أسر شياطين الظل للمزارعين تضورت الحيوانات جوعاً. في قلعة بيريغرين، في عصر الملك بيريغرين، هذا الصرح العظيم كان مقر السلطة ومنزل العائلة المالكة. الآن أصبح مقر الأشباح والذكريات المنسية. المزارعون محتجزون في الفناء. سيضحي شياطين الظل بالأسرى بإلقائهم في النيران مع أول بادرة للخطر. تحرك بسرعة واقتل شياطين الحراسة وأطلق سراح المزارعين. أيها السيد اللطيف، سامحنا أيها الزعيم، فليس لدينا ما نكافئك به، لكن سيشرفنا قبولك هذه الصخور الذهبية اللامعة تعبيراً عن شكرنا.
زيت سيحرق أصابع قدميك العظميتين. عليك العثور على طريقة لإغلاق منافذ الزيت قبل العبور. السير دانيال فورتسك، مضى وقت طويل. مرحبا بعودتك إلى الديار، لكن من المؤسف أن تشهد هذا. لقد أصبحت جوهرة تاج جالومير وللأسف الشديد ملاذا لجيش شياطين الظل التابع لزاروك. منذ زمن بعيد كانت هذه غرفة العرش المهيبة للملك بيرغرين ذات يوم، والآن تعج الأروقة بالشياطين البغيضة. روح الملك حزينة بالتأكيد.
شيدت القلعة على قمة بركان خامل. بوابة الفيضان هائلة الحجم هذه هي الشيء الوحيد الفاصل بينك وبين الحمم الحارقة. السير فورتسك أنبى المساعدية وأشجع نقبائي. نتقابل في مثل هذه الساعة الحالكة ويقع مصير هذه المملكة بين يديك مجددا. ما هذا يا فورتسك؟ ماذا حدث لفكك؟ الحظ السيء أيها العجوز. الآن اسمع، جيش شياطين الظل التابع لزاروك يختبئ أسفل هذا الجبل، وهم يستعدون الآن لغزو غالومير. إن كنا نريد عرقلة خطته فعلينا هدم القلعة عليهم، وعلينا أن نطلق الحمم الموجودة خلف بوابات السد. أستطيع إيصالك للرافعة المتحكمة في البوابة، لكنك سترفعها وحدك. بالطبع هذه مهمة خطيرة جداً حتى لرجل ميت. أجزم أنه عندما يرى هذا الشرير ما فعلته فسيحرص على أن تتعذب عذابا شديدا وإلى الأبد. ولكنني أعرف أن مثل هذه الأمور لا تعني شيئا لرجل يمتلك عزيمتك، صحيح يا فورتسك؟ رائع، حظا موفقا يا صديقي. تتدفق أيها السير دان، والقلعة تنهار. لا وقت لتهزم كائنات الجولوم الحجرية وتهرب من الجحيم. القلعة على وشك الانهيار، البوابة مغلقة، اعثر على وسيلة بديلة للانتقال.
أخرى.